السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من One Hour Networking. يعني الحمد لله رب العالمين. المرة الماضية احنا انهينا يعني اللي هي تعرف على الشبكة بشكل عام، وانه كيف الراوترات او DSL routers اللي بتاخدهم انت من شركة الانترنت، هم عبارة عن راوترات بسيطة ما في عليها كثير يعني خيارات موجودة، والنظام البسيط اللي بيشغلها، ويعني بس عندك الجرافيكال يوزر انترفيس انت بتقدر تتعامل معه، وعبارة عن كليك كليك بتتناسب مع يعني المستخدمين البسطاء. وشفنا كيف نقدر احنا كمان نحط جرافيكال يوزر انترفيس للسيسكو راوترز على اساس ان نقدر يعني نتعامل معهم ببساطة عن طريق جرافيكال يعني اللي هو SDM Secure Device Manager. وكمان شفنا كيف انه ممكن يكون عندك انت شبكة خاصة فيك، فيها ويب سيرفر، فيها FTP سيرفر، DNS سيرفر، DHCP سيرفر، حتى بتقدر تحط FTP سيرفر وسيسلوك سيرفر، يعني تقدر تخلي كل شبكتك معزولة على الانترنت بشكل عام. وفي بعض الشركات عندها بيكون يعني سيرفرات موجودة على الشبكة ومتصلة بالانترنت، بس بحطوا عليها Access Control List من جهة الراوتر، يعني اذا كانت هي مشبوكة على هاي الجهة بحطوا Access Control List انه مش مسموح لأي حدا يستخدمها غير Network 1, Network 2, Network 3 وهكذا، اللي هم تبعون الشركة الخاصة فيهم، وبهاي الحالة بيحافظوا على يعني على شبكتهم او على المصادر تبعونهم او Resources. يعني الوضع يعني حاليا احنا في رمضان، و يعني الحمد لله رب العالمين، بنتمنى لأمتنا يعني النصر والتمكين في الأرض، ولكن يعني انتو شايفين الوضع في غزة، في سوريا، في العراق، في مصر، في اليمن. فنسأل الله انه يدبر لهاي الأمة فإنها لا تحسن التدبير، وانه ينصرها على أعدائها وعلى يعني على على الأنجاس اللي بيدنسوا قداسة هاي الأمة. اليوم موضوعنا موضوع بسيط جدا كالعادة، هو موضوع بسيط جدا. يعني ما في يعني هل نسميها الأشياء الكثير اللي احنا بدنا يعني نتعرف عليها، هذول موجودات من الفايل أو الملف التكست أو البي دي اف، لا بي دي اف اللي من سيسكو ليرنينج نتورك عملنا له داونلود بفيديوهات سابقة، وهذا يعني بحكي لك كيف الانيشال سويتش كونفيجريشن. ما بفرق كثير عن الراوتر، بس انه الراوتر ما في له ديفولت جيت واي لانه هو الديفولت جيت واي اذا بتتذكروا. وكمان المانجمنت انترفيس للراوتر هم كل الاي بي ادريسز اللي على الانترفيس تبعت الراوتر، هم بالعاده بيكونوا مانجمنت الا اذا انت عملت سبيشال كونفيجريشن. فرح نبدا اول شيء بانشاء شبكتنا البسيطه جدا اللي راح تقوم بتوضيح المفاهيم الاساسيه اللي احنا راح نناقشها. عادي ستريت ثرو كيبل، بنعرف انه للسويتش، ومن السويتش للراوتر ستريت ثرو كيبل. بدك من الراوتر مباشره للهوست كروس اوفر كيبل، واحنا حكينا انه الفرق ما بين الراوتر ما بين الكروس اوفر كيبل والستريت ثرو كيبل هو طريقة شبك الاسلاك داخل، او طريقة توزيع الاسلاك داخل هذول الكيبلز، وطريقة ترتيبهم داخل ال RJ45 سوكت. احنا بالوضع الحالي ايش بنعمل؟ نكبس على الراوتر، بنفوت على الكوماند لاين انترفيس وبنعمل كونفيجريشن. بس فعليا هل هذا واقعي؟ يعني هل احنا بنقدر بالواقع نيجي نعمل كليك على شغله ونفتحها؟ ما اتوقع. بس حاليا راح نعمل كونفيجريشن، وحاليا راح احكي لكم كيف بالواقع بتتم العمليه هاي. احنا بنحط هذا 100 وهذا 1 الراوتر، فعنا الشبكه 100 ونو شت داون، وعندي
الانترفيس الثاني الشبكة 10 ونو شت داون، وهيك بنكون خلصنا الراوتر نهائيا. طبعا انتم شايفين انا غيرت اللون والخلفية تبعت الشاشة، وهذا اسهل لكم عشان تشوفوا احسن لي، علشان انا يعني بجوز هذا اعظم اختراع بالنسبة للناس اللي بيشتغلوا بمجال الاي تي او النتورك، انه بتقدر تغير الخلفية والتكست. يعني بجوز اعظم اشي بالنسبة لنا، لانه بتقعد انت ساعات طويلة 9 و10 ساعات باليوم على الاجهزة هاي، فاكيد عيونك راح يبطلوا يشوفوا بشكل سليم. طبعا هون انا اللي عملته بس اجيت على السي ال اي الكوماند لاين انترفيس خليته 12، وهنا التكست وايت، تكست وايت باك جراوند بلاك، وعملت ابلاي وكلوز. ما بنقدر نعمل هيك بالواقع، هاي مش موجودة بالواقع. بالواقع بيكون عندك اشي اسمه كونسول كيبل. الكونسول كيبل هو نفسه ار جي ايثرنت كات 5 كيبل او كات 6 اذا بدك بصير كمان، بس طريقة ترتيب الاسلاك بتختلف. يعني الثلاثة هذولا كات 5 بس، كل مرة منغير طريقة شبك الاسلاك بال ار جي 45 سوكت. فانت الكونسول كيبل اسمه العلمي هو رول اوفر كيبل، فشبكه هو بيجي على الكونسول كيبل الموجود، كونسول بورت عفوا الموجود على السويتش. وانا حكيت لكم زمان اذا متذكرين فيديوهات سابقة انه احنا بهاي الحالة بناخذ من المانجمنت انترفيس اللي هي المسجات هاي، لان شابكين وين؟ على الكونسول كيبل، على الكونسول بورت. فلو عملت هسه حاليا، لو عملت اكزيت راح تشوف سوري العفو، راح تشوفوا انه احنا على الكونسول زيرو. بس بعمل انيبل، ومن هون بنقدر نشتغل ونعمل كونفيجر تيرمينال والى اخره. بس لانه هون الشاشة مش واضحة كثير، فاحنا راح نرجع على الشاشة هاي احسن والخط اكبر. الهوست نيم، هوست نيم فعليا ما فيه شيء مميز، هو اسم السويتش بيعتمد على طريقة انت اللي بتحب تسميها. مثلا خلينا نفرض انه في عنا شركة او نقابة المهندسين، في لها قسم باربد اي ومثلا زرقة زد وامان اي، فبتيجي مثلا بتحكي اربد فلور مثلا 3 مثلا انجينيرينج قسم او هذا، يعني بيكون في ما عندهم مئات السويتشات، فبدك تعرف وين انت شغال على اي سويتش. فهي احسن طريقة، بتعتمد على الشخص اللي بيعمل عملية التسمية، او بتعتمد على الشركة كيف تعتمد عملية التسمية. فما فيها شيء معين، بس انه انت تعرف على اي سويتش شغال. هاي بالنسبة للهوست نيم. بالنسبة ل يعني للسكيورتي، هون انتو شايفين كتبنا enable ودخلنا مباشرة. لو ارجع هون واحكي له exit، احنا على الكونسول كيبل، على الكونسول، على الكونسول بورت. لو حكيت له show ورجيني الصلاحيات، show privileges، صلاحيتي واحد، بالصلاحية واحد بس بقدر انفذ هاي الاوامر. طيب لما اجي احكي انيبل، وين انا بصير؟ انا صرت بالصلاحية 15 مرة واحدة، صرت نتورك ادمنستريتر مرة واحدة، من شخص عادي لنتورك ادمنستريتر بس بكبسة انيبل. طب هل هذا سكيور؟ يعني انت جهازك بالبيت ما قلت تتركه بدون باسورد؟ الناس مثلا ممكن ولد صغير يجي يمسكه يفتح مثلا يشطب لك ملفاتك، يعني خرب لك اياه، او مثلا اي شخص ثاني ممكن حاقد عليك يجي مثلا يحذف لك خلينا نحكي حسابك على الفيسبوك او اشي معين، فمش سكيور. فالحل انه انت تعمل للانيبل باسورد، في عندك باسورد وسيكريت، باسورد ان انكريبتد فيرجن وسيكريت انكريبتد فيرجن. فلو حكيت له باسورد مثلا سيسكو وحكيت له enable secret مثلا كمان سيسكو عشان تشوف الفرق بينهم،
لو جيت هون حكيت له show running config، شايفين الفرق بينهم؟ enable secret هاي MD5 hashing، وهاي enable password Cisco. طيب حاليا احنا في عنا مشكلة، لو واحد كان واقف بجنبي وشاف سيسكو مباشرة بقدر يحفظها. طب شو اعمل انا؟ بقدر افوت هون احكي له service password encryption، بس انا زي ما حكيت لكو انه هاي يعني بتقدر تحط هون just for خلينا نحكيها نعمل hidden just for hidden password، مش علشان تعمل encryption. بس يعني ما بتستفيد اشي. لو رجعت مرة ثانية وحكيت له show running config بتشوف انه صار في عندك بس هاي MD5 هاي type 7 encryption. لو فتت على جوجل وكتبت هاي سوري يعني اول شي بدك تكتب انه crack Cisco type 7 encryption وحطيت هذا مباشرة بكتب لك انه Cisco الكلمة، وحاول انت تفوت على جوجل وتجرب هاي التجربة لانه بتعطيك خبرة كمان. Type 7 encryption حكيت لكو بس هاي الفكرة منه just for hidden no encryption، عشان واحد لو شاف هذا يعني مش راح يحفظه مباشرة، او حتى لو حاولت تحفظه يعني مش بهالسهولة اللي انت بتحفظه لانه فيه ارقام وفيه حروف دي و اي. فحاليا هيك بالنسبة للانيبل. فين المانجمنت انترفيس؟ فعليا لو 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 اجيت هنا وحكيت له شو اي بي انترفيس بريف، طب هذول احنا بنتذكر انه هذول سويتش بورت ما ممكن انك تحط عليهم اي بي ادريسز. طب كيف انا بقدر اتعامل مع السويتش؟ لما كنا نعمل تلنت على الراوتر كنا ناخذ الاي بي ادرس تبعه ونكتب تلنت والاي بي ادرس. طب هون على السويتش شو بدنا نعمل؟ بدنا نروح على سويتشد فيرتشوال انترفيس اللي هو فيلان واحد وعليه بتحط الاي بي ادرس. فانت بدك تحكي انترفيس فيلان فيلان 1 اي بي ادرس وتحط الاي بي ادرس تبعه، تحطه على الشبكة مثلا 10 ونشهد داون. هيك انت بهاي الحالة لو اجيت هون خلينا نعمل مباشرة بس configuration للهوست، لو عملت تلنت المفروض انك تقدر تعمل تلنت بما انه انت بتعرف انه الاي بي ادرس عنا 100% شغال. بحكي لي open يعني انا قدرت اوصل له، بس closed by the foreign host. ليش؟ احنا مزبوط احنا حطينا اي بي ادرس، بس لو حكيت line VTY مين هم ال VTY؟ هم ال virtual terminals بتقدر تحكيهم، يعني هم الاشياء اللي يعني السوفت وير اللي بتشبك عليه لما تعمل تلنت. فلازم تحكي له لوجن انه يعني اسمح للناس يعمل لوجن، اسمح للناس يدخلوا الباسورد تبعهم. نقول اوكي اوبس، بحكي لي انه هذول معطلات حتى ما تحط انت باسورد، وهي نوع من السكيورتي على الراوترز والسويتشز على اساس انه اذا ما كان في باسورد مش انه يلا تفضلوا تعالوا. بهي الحاله انت بتكون حطيت لسه الراوتر عندك مباشره بنعمله هاكينج، فبدك تحط شو؟ باسورد. باسورد مثلا سيسكو لوجن، تمام اخذها. بس في كمان شغله مهمه كثير اللي هي اكزاكت تايم اوت. شو الاكزاكت تايم اوت؟ لو انت شغال على الكمبيوتر تبعك شو بيطلع اذا ما اشتغلت، يعني اذا وقفت تحرك الماوس؟ هاي لو سكرين سيفر احنا بنسميها. بس في خيار بالسكرين سيفر لو اجيت هون، في خيار بالسكرين سيفر بحكي لك اون ريزيوم. هاي شايفين سكرين سيفر
or assume password protected أو شو أو يعني login required login required password protected إلى آخره، يعني إنه دخل password، هاي المعنى. فأنا بدي أحكي له إنه قل ربع ساعة أو 10 دقائق زي ما شفنا قبل شوي أو نص ساعة إذا بدنا، وزيرو ثانية صفر ثانية. هيك بنكون إحنا عملنا configuration. خلينا نشوف هسا بتزبط معنا ولا لا. تمام، هاي طلب مني سيسكو show prev، أنا بالليفل 1 enable سيسكو show prev level 15. هيك أموري تمام. في شغلة ثانية إنه إحنا لما نشبك كمان على الكونسول بورت بنقدر كمان نحط باسورد. فلو حكيت له line console 0 مثلا باسورد كمان سيسكو. طبعا الحلو بالموضوع انه service password encryption تعمل encrypt لكل password مش encrypted بالrunning config، فعشان هيك كل passworداتنا حاليا معمولة encryption type 7. وكمان بنقدر نعمله exact timeout مثلا 30 وصفر ثانية. وهيك لو حكيت له login وهيك بيكون يطلب منا الباسورد اذا حاولنا نعمل لوجن عليه. اوكي اكزيت نجرب او باسورد سيسكو مباشرة انيبل. تمام سيسكو انا حاليا بال global user execution mode. فأنا هيك بكون قادر على هاي العملية. طيب المفروض أنا من هون كمان إذا هذا كان عنده IP address اللي راح نحطه حاليا IP address هو رقمه 100، إذا بدي أروح على شبكة ثانية على 10 على 1 اللي هو الراوتر. فأنا بهاي الحالة لازم أكون قادر إني أعمل تلنت ل 192.168.100 ورقمه 10 سويتش. ليش ما بيشتغل؟ طبعا شغله منطقيه. لو اجيت هنا على على الهوست في عندك شيء اسمه ديفولت جيت واي اي بي ادرس سبنت ماسك وديفولت جيت واي عشان يعرف وين يروح اذا جاء اتصال من شبكه ثانيه، ونفس الشيء السويتش لازم يعرف وين يروح اذا اجى اتصال من يعني شبكه ثانيه. فانا بس بحكي له اي بي ديفولت جيت واي 192.168.101. بس حاليا نعمل اوبن سيسكو انيبل سيسكو ان. طيب ممتاز. في شغلة ثانية، شايفين احنا كل مرة بنعمل بس بندخل باسورد. طب لو فرضا عندنا 16 شخص وكلياتهم، طبعا ما هو هاي الشغلة في شغلة كثير مهمة، يعني انه انت كل مرة المفروض تدخل يوزر نيم وباسورد. ليش يوزر نيم وباسورد؟ عشان كل واحد يبين شو اللي اشتغلوا على السويتش او على الراوتر، وهذول البيانات كلياتهم بروحوا على syslog server علشان يبين انه فلان عمل لوجن فلان عمل لوج اوت فلان دخل على الجلوبال كونفيجريشن مود فلان طلع من هاي. فانا بس اللي بدي اجي اعمله هون شو بدي اعمل قاعده بيانات، واذا بدي اعمل قاعده بيانات لازم يكون عندي يوزر نيم مثلا عصام، وبقدر كمان اعمل بريفليج اسمح لكل شخص انه يروح على ليفل معين من الادمنستريشن. فانا بقدر احكي له بريفليج مثلا بريفليج ليفل مثلا 15 administrator، وبقدر استخدم secret وباسورد. فانا بحكي له secret عشان ما حدش يعرف واي سيسكو، ومثلا يوزر نيم مراد مثلا privilege مثلا 3 و secret سيسكو ويوزر نيم مثلا علي privilege مثلا 9
او 8 خلي 9 و سيكريت سيسكو. بهي الحالة بكون انا انشأت ال هاي. بس في شغلة هون، لو اجيت عملت تلنت حاليا باسورد، ليش؟ لانه حاليا انت انشأت قاعدة البيانات بس ما ربطتها بالفي تي واي لاينز. بدنا نربطها بالفي تي واي لاينز، لاين في تي واي 0 15 عشان تعمل كونفيجريشن لل 15 انترفيس او 15 سوفت وير انترفيس مع بعض. بدك تحكي له لوجن لوكال، شيك على قاعده البيانات الداخليه علشان تعمل، عشان الاشخاص يقدروا يعمل لوجن. فحاليا لو عملت لوجن او شو اليوزر نيم، فلو حكيت له عصام سيسكو عصام سيسكو، مباشرة نقلني ل يوزر شو بريفليج. خل اورجيكو مباشرة نقلني ليفل 15. ليش؟ لانه انا هيك حطيت بالقاعة البيانات تبعتي. بينما لو اجيت على شخص ثاني وحكيت له مثلا مراد وسيسكو، خلينا نشوف شو بريفليج ليفل 3، مش كثير بتقدر تعمل اشياء مثل هيك. لو حكيت له كونفيجر تيرمينال لو شفنا هون مش كل الكوماندز بتقدر نعملهم، لانه احنا مش بالليفل من البريفليجز اللازمه. اخر شيء لازم نعمله شو، لو رجعنا هون وشفنا شو ستارت اب كونفيج، ستارت اب كونفيج، ورجيني اللي الكونفيجريشن اللي بتكون مخزنه عندي لما نعمل سويتش اون للسويتش، يعني لما تشغل السويتش تحطه بالكهرباء شو الرننج الستارت اب كونفيجريشن اللي عليه ولا شيء. طب شو رننج كونفيج، هاي كل الرننج كونفيجريشن عندنا شايفين هون. طبعا بتجاهل الباس، طبعا شايفين انه كله عن سيرفيس باسورد انكريبشن، شايفينه كله انكريبتد تايب 7. بس هون لما حكيت له لوجن لوكال ما تفرج هون اصلا، هو لا تفكروا انه هذا اخذ سيسكو من هون، لانه حكيت له لوجن لوكال مباشره برجع هون وبشيك على قاعده الاسماء على ام دي 5 هاشينج وباخذها من هون. كل اللي بدنا نعمله يعني بشكل نهائي هو كوبي رننج كونفيج ستارت اب كونفيج، وبهي الحاله احنا بنكون يعني انهينا عمليه الحفظ. بدنا نعمل ريلود اذا بدنا نتاكد 100% انه المره القادمه يعمل بوتينج، يعمل بوت يعني يشتغل من ستارت اب كونفيجريشن بشكل سليم. وهيك بنكون احنا وصلنا ل يعني نهايه الفيديو. شاكر لاستماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.